تحت رعاية رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية العلماء، ينتظم بالمجمع الثقافي جلال مبارك فعاليات معرض بيع العسل التي تشرف عليه جمعية مناحل التل دائرة العلماء، والذي جاء تحت شعار من المنتج إلى المستهلك مباشرة، وهو المعرض الذي يضم عارضين من مختلف مناطق دائرة العلماء لبيع العسل ولواحقه. عدنا العسل الجبلي، عسل جرجير، عسل سدر، عسل كليتوس، عسل برتقال، حبوب اللقاح، عكبر، مرهم مصنوع من مواد من الشمع ومنتوجات الخالية. إنتاج هذا العام اللي فات كان ناقص شوية نظرا لشح الأمطار، كان موسم جفاف، وفي الأخير شوية مع الأخير شوية تحسنت شوية بربي إن شاء الله مع الأمطار في ماي كان شوية رطار، كان متأخر شوية. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ما بعد يعني إحنا هنا كنحالين نحالين محليين لولاية سطيف، منتجين العسل محلي. يعني بالنسبة للإنتاج سنة يعني الحمد لله مع سنوات فاتوا يعني كان بالنسبة للجفاف يعني كان إنتاج ضعيف. وفي نفس سياق مزاولة مهنة النحالين، تطرق المتدخلون إلى أبرز المشاكل التي تواجههم وتكون السبب في قلة الإنتاج ونفور المنتجين. المنتجين راهم كل عام في تناقص كبير، السبب أسباب كثيرة، أكبر سبب هي الأدوية، مبيدات حشرية لا يستعملوها الفلاحين في وقت وين تكون النحلة في وقت إنتاج تاع النحل، في وقت النشاط تاع النحل، راه يكون مشكل كبير ويضر النحال. تموت أغلبية الخلايا تموت بسبب المبيدات الحشرية. المنتجين في تناقص كبير كل عام، نعرف جماعة بزاف بلك أكثر من المنتجين، جماعة اللي أبوندونات اللي ربات وتخلات على تربية النحل أكثر من اللي موجودين دوك. زيادة عن ذلك مثلا غالية الأدوات، مثلا النحل من بينهم الشمع، يعني أدوات كاملة يعني بالنسبة لغلاء الأدوات. منتجين يعني نقصوا بالنسبة للجفاف يعني حتى يعني الأدوات يعني غلاو، يعني عاد يعني ما يقدرش يعني الإنسان باش يعني يربي النحل.